اسرائيل تجيد المماطله، تجيد الحوار الطويل ولكنها ماضيه في مخطط طويل، هذه الحرب التي تشن على لبنان لا علاقه لها باعاده المستوطنين الى المستوطنات الشماليه، انها حرب اسرائيليه ايرانيه على الارض اللبنانيه وهذه الحرب تلقى الدعم الامريكي الكامل والتفهم الامريكي الكامل لانها حرب تستهدف الأزرع الإيرانية في المنطقة وهذا أمر صار معروفا لكل الناس وكل الأطراف <applause> هنا أريد أن أفتح مزدوجين لكي أقول أن ما كان قد طرحه المفد الأمريكي هوكشتاين في مراحل سابقة ويقع ضمن القرار 1701 الذي يستند إلى 1559 -15. اشترط هوكشتاين آنذاك ينسحب حزب الله إلى شمال الليطاني يتم سحب كل الأسلحة الثقيلة تقفل المصانع التي يتم عبر تركيب المسيرات وبعض الأسلحة الثقيلة وأيضا إقفال الحدود مع سوريا بحيث لا يتدفق السلاح على لبنان هذه العناوين كلها هي موجودة ضمن الـ 1701 الـ 1701 يمنع السلاح في لبنان يمنع دخول السلاح وليس فقط بموضوع جنوب الليطاني لكن المؤسف أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعامت عن مسؤوليتها وأن إسرائيل استفادت وخرقت منذ اللحظة الأولى وهي لم توقف أي يوم الخروقات طيب في هذه المرحلة أستاذ يكون واضح من المسؤول عن عرقلة ال 1701 وهو ربما يشكل مفتاح الحل بالنسبة للوضع الراهن في لبنان ال 1701 في العام 2006 شكل بوليسة خلاص للبنان وفرض انسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب إلى خلف الخط الأزرق لكن ما حدث بعد ذلك خصوصا بعد العام 2008 أن الحكومات المتعاقبة التي وافقت بعد اجتماع الدوحة الشهير إسر احتلال حزب الله لبيروت على ثلاثية خشبية جيش وشعب ومقاومة اعتبر حزب الله أن سلاحه بات شرعيا ولا شيء يشرع إلا عبر الدستور واقعيا كان ميزان قوى فرض هذا الوضع وتم التغاضي عن كل هذه السياسات حتى اننا سمعنا من الرئيس ميشيل عون مره وهو كان رئيس للجمهوريه ان هذا السلاح سلاح المقاومه يحمي لبنان وليس الجيش اللبناني كل الطبقه السياسيه تعامت عن هذا الموضوع كل الطبقه السياسيه عاشت حاله انكار والحكومات المتعاقبه طيب. وربما ان هناك من صدق ان موازين القوى متغيره وان نصرا الهيا على الطريق كما كانوا يرددون فاخذوا فكلهم مسؤول يتحملون مسؤوليه اخذ البلد الى ولكن الكارثه ولكن ماذا عن الوضع هل الطريق معبد الان امام 1701 ولماذا اضافت اسرائيل 1559؟ القرار 1701 يستند إلى القرار 1559 وينطلق منه. وبأي حال اتفاق الطائف لا يسمح بوجود لا ميليشيات ولا سلاح خارج سلاح الشرعية القرار 1550 قرار من أجل أن تبسط الدولة اللبنانية بقواها الذاتية سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية القول أنه يستهدف كذا وكذا الحقيقة هذه الميليشيات هي التي استهدفت الاجتماع اللبناني واستهدفت لبنان ولم تكن هذه الميليشيات وعن ميليشيا حزب الله في اي يوم من الايام قوه للدفاع عن لبنان بل كانت اداه للدفاع عن المشروع الايراني منذ ان تم تاسيس حزب الله التزمت الاستراتيجيه الايرانيه التزمت المخطط الايراني وتحولت في وقت من الاوقات الى قوه عسكريه جواله نيابه عن ايران مره تقاتل في العراق واخرى في سوريا واخرى في اليمن واين مصلحه لبنان من كل ذلك ثم كان ما اعلنته من حرب اسناد فادت الى تدمير لبنان ولم تسند اي شيء في غزه ونحن امام هذا الوضع الكارثي الكبير شكرا جزيلا انا اعتقد نعم. ان المجلس النيابي الهيئه الاساسيه المنتخبه مدعوه لوقف اجازتها المستمره منذ زمن منذ اكثر من سنه وأن تتح... أن يتحول البرلمان نعم. إلى هيئة سياسية إلى خلية سياسية تحدد السياسات التي تحمي لبنان تحدد نعم. مساراً جزيلاً. آخر غير مسار الالتحاق بمحور الممانعة وتلزم الحكومة بتنفيذ هذه السياسة شكرا جزيلا للأسف سأكتفي معك بهذا القدر الكاتب الصحفي حنا صالح كنت معنا من بيروت اعتذر